نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صباح أبيض. صباح الفل تونس الكل. اليوم هو 17 ديسمبر. إيه في نهار كيف هكا برشا ناس ترعش خايفة. بون توا عندهم أحزاب وبرامج والكل. مش مشكل به. برشا ناس بدأت تحب تكري وقت اللوكاسيون وتربع ليزافيش وتستعد لدعم النظام. أما حصل ما لم يكن في الحسبان. نهار كيما اليوم هو نهار مهم برشا واللي استنسنا به هو ديما زيارة الرئيس وإلا المسؤولين سيدي بوزيد وين اندلعت الشرارة الأولى للثورة التونسية. رئاسة هبطت بلاغ قالت لي قيس سعيد عنده التزامات. واضح يا عبدي تلهير أو رئيس معناه شبيك أنت. دونك شكون يمشي المشيشي؟ لا لا اختانا بالك مشيشي غادي معناه يقول كي دي ريفوليسيون دي كوليتا. اختانا اخويا خيارك ساكت. لا وفي الحجر الصحي في الحجر البيروتيك معناه خد في بيروه توقع المكتبي. اي المكتبي هو خيارك ساكت المشيشي معناه لي متجي ومذبيك معناه تشوف الناطق رسمي في اقرب فرصه. به نرجعوا للرئيس تو زعما شنو الالتزامات اللي عنده باش ما يمشيش السيدي بوزيد؟ معناه سالنا المواطنين معناه قلنا وما اكيد عندهم اجابه تو. هو اكيد يعرف 17 ديسمبر فماش ايفينمون اخر معناه انه اللي شد رئيس يعرف اللي نهار هذا هو ذكرى اندلاع الشراره الاولى. دونك يا مواطنين اعطيونا علاش وشنو هي الالتزامات نتاع قيس سعيد؟ قريب ولا مرته ما خلطوش ولا حاجه ما خلطوش يمشي سيدي بوزيد. خرجت عشا هو مرته هيك هاو خرجت عشا قدم لي شريط رئيس ودي ماكش لاهي بيا كاو خويا عشا باهي هاي ما يسالش باهي. مثلا تنجم تكون زاد عنده التزامات ما نعرفش في كارتاج في عومته في المنيهله. هو لما حاله ماهوش مستانس يفلت الفازات هذيا ومش مستانس يفلت حتى معناها حكايه تصير وما يمشي لهاش. نتصور فما حكايه مش ببلاش يعني نقول لما حاله عنده تكويره في الحومه مع جماعه يمكن هكاك يمكن عنده تكويره يبدا يجري يشوط الكوره مثلا يجي يقول واه بينالتي يدي ما مسيتهاش الايادي الخفيه هي التي لمست الكره ويصفروا له بينالتي وعادي اموره واضحه. يمكن زاد ما مشاش لسيدي بوزيد نجم يكون خايف من حاجه معينه. شنو الحاجة اللي باش يعملها سعيد ما تخليهش يمشي سيدي بوزيد غدو؟ الحاجة اللي باش نخلي كورونا. تقول انت عنده كورونا؟ ليه مش هو عنده كورونا خايف على روحه من كورونا. كيفاش خايف من كورونا؟ قيس سعيد تبارك الله راه يصدم معناه ما عنده حتى خوف معناه بالحق معناه عادي ويمشي وفماش مشكل. يمكن عنده حاجة أقوى بياسر من كورونا معناه حاجة مستانس يعملها خلته إنه يتعطل وما يمشيش لسيدي بوزيد. والله مش أقول لك معناه هذا مش عملها قيس سعيد شي يعمل إكسبريس فيها تابع سكر ما رأيش هنا يمشي يشوف الداش مستحقين بيته قاعد هو فهمتني. التزامات عائلية معناه لزهم هاي والله ممتاز برشا معناه التزامات عائلية كي يمشي عن قهوة. أنت والله يعجبني المواطن ذي خطره تخل في أعماق الأعماق متاع قيس سعيد وحسيته ولا يخمم كيفه تقريب حتى يتكلم كيفه. أهلا أنا قيس سعيد لن أذهب غدا إلى ولاية سيدي أبا زيد لأنني سوف أقابل شكون ونتفليكس أند شل. شكرا نتفليكس أند شل أي بشارك نتفليكس علاش لا مثلا رونديفو كي يعمل قاعدة والكل به. هو الأيامات اللي فاتت يمكن شي تعب راه خاطر ماك تعرف مشى لمنطقة عين سخون وحضر غاديكا والكل يمكن تعب أكا وماك تعرف دونك شي يمشي يعمل زعم. حسب رأيك شنو تنجم تكون الالتزامات الطارئة هذه متاع قيس سعيد؟ هم من عين السخون متاع دوز مش العين السخون متاع قربس يظهر فرهد على روحه شوي تعب انا راه تعب برشا. هيك هاو يمشي غادي ياخذ لها زوز غرف مغلقة كي ويركش على روحه ويرتاح علاش ليه. والله انا معاك على الاخر معاك على الاخر اما انا متأكد انه عنده التزامات اقوى منها كبيسر هكا باش يستقبل شكون في الرئاسة عنده ضيفين معناه يعني حسب ما نعرف انا مانيش برشا عندي بالسياسة اما حسب ما نعرف هو هكا ساعات يبربش على تاع الفساد ودرشنا بتدخ يمكن دي دوسيي باش يخدمهم ولا ما حدا فما حتى شيء هو باش يخليه ما يمشيش. اي صحيح بشيها بتلوج على الفساد علاش ليه مثلا يكلم محمد عبد يقول له اسمع برا جيب الكرابيله نتاعك باش نحطو نصطادو شويه في سيدين. هو راهو مش مشكل تو بعد ما يكمل الرئاسه يستدعى هادي زعيم في باباراتي ويسالو نهار هذاك اش عمل. عسلمه قيس نهار 17 ديسمبر 2020 ما مشيتش سيدي بوزيد زعما وين كنت؟ به هو اللي حل الباب مع قدام التاويلات هذه كل هو البلاغ اللي كانت كابطته رئاسه الجمهوريه البارح معناتها هو بلاغ ديجا الريداكسيونيل نتاعو معناتها مش تاع خلينا نقراه بالها. تنوه رئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه أن يتحول يوم الغد على اليوم الخميس 17 ديسمبر إلى سيدي بوزيد منطلق الانفجار الثوري غير المسبوق في التاريخ. بعد دجا عبارات من نوع الانفجار الثوري غير المسبوق بعدها دجا بتجيش تهبط في باج رئاسة الجمهورية وذلك نظرا لالتزامات طارئة.
ويتوجه رئيس الدولة إلى أهالي سيدي بوزيد بالتحية والإكبار ويوعدهم بلقاء قريب. معناتها ديجا التزامات طارئة اون تيرم دو كومونيكاسيون راهي كلمة ما تجيش، معناتها مانيش ماشي على خاطرني باش نعمل هكا وهكا، مانيش جاي على خاطرني ماشي البلاصة الفلانية، مانيش جاي خاطر ما عينيش باش نجي، مانيش جاي راهو موقف من... معناتها على الأقل يوضحوا معناتها شنو ما تجيش راهو بلاغ، معناتها علاش هكا، معناتها علاش متعبين في الاتصال. هو يمكن رئاسة الحكومة متعبتنا ومعناتها وكلام يخرج من سياق وما عارفش درشنية. تصور انتوما البارح معناتها قلت البارح رئيس الحكومة يقول معناتها معناتها المهاجرين غير النظاميين ارهابيين، واليوم يجيني بلاغ من نوع هذا، شنو اللعب هذا؟ شوفونا عباد معناتها على الاقل سبيسياليست في الكوم وهبطوا بلاغات واضحة. ان شاء الله قبل ما تذكر الجمعة رئيس البرلمان كيف يبلبزها معاملين عليك ثلثة ثابتة ان شاء الله، وعلاش ليه الجمعة هذه يقول لنا حاجة لا ما نتصورش. نقول لك حاجة، موعد عنده 10 سنين عاد هذاك مستانس امريكي اللي يعرف شو يقول ويعرف شو ما يقولش، واحسن طريقة معناتها مستعملة تعرف اللي هي شنية، واللي هي طريقة ناجحة جدا في الحقيقة. تحب ما تغلطش اسكت ما تكلمش، واضح جدا واضح. يعطيك صحة صليح شوية.